بأبين. طيب بهذه النقطة أنتقل لسيد عادل من جديد، يعني كيف نفسر الحديث عن تغيير سياسة الإمارات، انسحاب تكتيكي من اليمن، ولكن من جهة أخرى تفعل وتدعم الانفصاليين الجنوبيين؟ هل باتت مصالحها يعني مجزأة في قضايا معينة؟ نعم سيد عادل. لا هي تنسحب الآن بعد ما تأكدت واطمأنت إلى الميليشيات التي يعني شكلتها في الساحل الجنوبية بأنها قادرة أيضا على السيطرة على الأوضاع، ومن ثم أيضا تمرير أجندتها عبر هذه الميليشيات مع الاتفاق طبعا جنبا لجنب مع المملكة العربية السعودية، لأن هناك تقاسم أيضا لتركة اليمن. أما عن أرد على ضيفك الذي يعني تكلم أيضا واتهم وأهان ووصف الشعب اليمني بالخائن والعصابات وغير ذلك، وهو يدرك تماما بأن المتخلف هو الشعب السعودي السعودي الذي لا يكر ان يقول كلمه في حق. لا لا دعنا نخرج، دعنا لا نتحدث هكذا يعني سيد عادل سيد عادل، دعنا نضع الشعوب الى جنب ونتحدث بنقاش سياسي لو سمحت. خاشقجي قتل وذبح. نعم لا فقط انا ارد عليه لانه اتهمنا نحن بالعصابات واننا شعب متخلف، والعالم كله يعرف من الشعب المتخلف الذي يعيش كالنعاج، الشعب السعودي الذي لا يقرأ ان سيد يقول كلمه لا اقبل هنا في الاستوديو لا الحديث عن الشعب اليمني المحترم ولا الحديث عن الشعب السعودي المحترم.